بقى كمان كلام الكابتن المحترم فكري صالح عن نجاحات ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي، وقال لك كان ليها دور كبير جدا مع موسيماني. مفيش نفسانه هنا، هنا مفيش نفسانه، هنا في احترام لزميل بل مدرب كبير كمان في حراس المرمى زي الكابتن فكري صالح. واجنبي لاول مره. بمناسبه يانكون، تاثيره حتى على حارس صاعد موهوب زي مصطفى شوبير. شفنا مصطفى شوبير امبارح بيحرس مرمى شباب الاهلي، هتشوف اللقطه، اولا صد ضربه جزاء من الجونه، وصد صده مميزه جدا ليه، تنم على انه فعلا اكتسب خبرات كبيره من تصعيده مع الفريق الاول. يعني اللي انت قصدك بيتصدى اهو، ده مصطفى شوبير. بمناسبه كلام الكابتن فكري صالح عن تاثير يانكون على حراس النادي الاهلي، شايفين الشناوي ما شاء الله واصل لفين. لو شفتوا لقطه ضربه الجزاء في الشوط الاول، تصدى لها ايضا ببراعه شديده مصطفى شوبير اهو، فبيصد ضربه جزاء ويعمل تصدي هايل جدا. حلو اللي انت جبته ده في جاهزيه شوبير، جاهزيه حارس صاعد بفضل مدرب مهم جدا زي يانكون، يشيد بيه مدرب منافس. هي دي لغه الاحترام اللي بنطالب بيها.